al 27 sampai Juz terakhir Juz 21 30 ورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها قل لأزواجك إن كنتن تردن العيادة الدنيا والزينة فتعالينا أم فتع فتعالينا أمتعكن وأصرح كنا سرحا جميلا وإن كنتن تردن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من كن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤديها اجرها مرتين واعتدنا لا رزقا كريما الله <سؤال> سبتك صدق الله العظيم أسر يا